أحاول أن أساعد الناس في الخروج من روتينهم اليومي بفني وأجعلهم يعيشون لحظات رائعة خلال حياتهم اليومية. اسمي المستعار سيبسي وأمارس فن الجرافيتي منذ 10 سنوات. بدأت العمل في مشروع الرسم السالب على الجدران منذ 3 سنوات، وهو يقوم على نفس فكرة التصوير الفوتوغرافي. من خلال التقاط صور الجدران المرسومة عليها، يمكن الكشف عن اللوحة من خلال تطبيق رقمي. محور تركيزي لطالما كان على تصوير الشخصيات، ولكن الآن أركز على الأحداث الواقعية. بدأت مشكلة الأحلام الواهية في كولومبيا منذ أن بدأت الحكومة بتقديم مكافآت لقتل العصابات وجماعة الدفاع عن النفس، حيث بدأ الجنود بقتل الأبرياء للحصول على المكافآت. هذا ميغيل أنجيل غونثالث، قتل في منطقة كوكا عام 2008، وسجنت الحكومة والده ظلما، وقد قتل لاحقا لكونه الزعيم السياسي لبلدته. أحب أن يمر الناس ويلتقطون صورا للحائط ويحولونها على التطبيق، إنها أحد الطرق المختلفة للتفاعل مع الفن عما اعتاد عليه الناس. مشروعي القادم هو نقل رسوماتي إلى أماكن مختلفة، وقد أتيحت لي الفرصة للمشاركة في مهرجانات في البرازيل وبوليفيا وبيرو والمكسيك. ما أتطلع إليه هو تطوير أعمالي وخلق أفكار جديدة لتجربة شيء جديد ولمسايرة الوضع دون التخلف عن الآخرين.